الله يستر. انا صورة بعد لخالد. اه واو، ست الكل الست دي امي طبعا، ست الحبايب. تشبه لماما، حلوة مامتك. يا ماما زي القمر، ربنا حبيبي يخليها يا لي يا رب. حبيبي، الله يخلي لك اياها يا رب. علاقتك كثير قوية فيها طبعا خالد. ايه يعني امي صديقتي وحبيبتي الله يخليها لك. وامي وساعات بحس انها بنتي، عارفه اللي هو عارفه يعني. بتروح لعندها بتفضفض لها مرات؟ طبعا بصي انا بعد عندك وقت تروح؟ بصي هقول لك حاجه، انا من النوع اللي ما بقدرش افضفض بسهوله، خاصه للناس اللي انا بحبهم، يعني ما بحبش اشيل حد بيحبني قوي همي، دايما راسم الوش اللذيذ وان كل حاجه تمام وانا ما فيش اي مشاكل، وما حبيبتي بحبش ان انا اشيلها همي، لان الام دايما لو حست ان ابنها او بنتها اتجرحوا او تعبوا او اي نو حصل لهم بيزعلوا اي بيشيلوا مشكله الهم. بيشيلوا حبيبي الهم اضعاف اضعاف، صحيح. فانا مش عايز ده يحصل خالص. طبعا فيمكن انا كتوم شويه، بس في مره انا فاكر رجعت البيت في مره وكنت فعلا مخنوق قوي، ورجعت الصبح يعني كان عندي تصوير وشغل كتير، وبعدين قعدت الف كتير قوي بالعربيه واسمع مزيكا عشان اطلع من المود، ما قدرتش. اول ما دخلت البيت لقيت ماما صاحيه، فبتقول لي احضر لك الفطار، لقيت نفسي بعيط وبترمي في حضنها. حبيبي كان عندي مشاكل ساعتها، لقيتها بتقول لي، طبعا هي مستغربه ان عمرها ما شافتني كده، قعدت تقول لي مالك 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 كتير قوي، وانا ما قلتش اي حاجه يعني. لغايه دلوقتي هي ما تعرفش ايه السبب اللي خلاني يومها انهار بالشكل ده، لغايه دلوقتي ما تعرفش. بس انا يعني ما قدرتش، يعني حسيت ان هي الوحيده اللي ممكن اترمي في حضنها ساعتها، ايه طبعا ما لقيتش غيرها، فلقيت نفسي منهار وبقول كل اللي انا عايزه عياط. انما وبتقول بتبكي لحد تاني غير والدتك؟ بتبكي مرات قليل لوحدك؟ عمري ما عملت كده، لا يمكن حصلت مره مع خيريه في موقف حصل كده، ما فعلا ما قدرتش امسك نفسي. انت حبيب رومانتك؟ يعني انا وقت ما زي ما قلت لك يمكن في الاول، وقت ما بحب بحب خلاص يعني، لا ببص ليمين ولا شمال ولا بفكر في اي حاجه تانية، وبتفانى وبتفنن في اسعاد اللي انا بحبها. وعايز افتكر الموقف بصراحه، كنا في حفله للموسيقار عمر خيرت، اوكي، وكنا قاعدين انا وهي واصدقاء لينا وبنتفرج على الحفله، وكان في اغنيه اسمها غوايش، كانت موسيقى لتتر مسلسل اسمه غوايش برضو، كانت استاذه صفاء ابو سعود، بطوله الاستاذه صفاء ابو سعود، والاغنيه دي غناها علي الحجار بشكل عمري في حياتي ما سمعت دفء بالغنى بالشكل ده، اتاثرت جدا. فلما سمعت الميوزك بتاعتها شريط حياتي كله يعني رجعت لوقت ما كنت في الكويت في المرحله الاعداديه اللي هي المتوسط بيسموها في الكويت، وبسمع اغاني موسيقى عمر خيرت، وبجيب الاغنيه الاصليه عشان اعرف ايه الكلام واسمع الغنى الاصلي، فلقيت نفسي وانا في المسرح جنب مراتي بعيط، لان المزيكا اثرت فيا قوي ورجعتني لوقت انا مفتقده، الوقت اللي هو الواحد كانت دماغه كده رايقه افتح، دلوقتي الواحد يعني ما بيصدق يلاقي وقت يروق فيه. طبعا بفهمك. فبصيت لي كده لقيتني دموع جنبها، فبتقول لي، قلت لها سيبيني سيبيني في حالي دلوقتي. فضفض حبيبتي حبيبتي، بحب لما الرجل بيتاثر لهالدرجه. طبعا خاصه لما يكون تاثر فني يعني. هي المزيكا المزيكا فعلا بتاثر جامد. الفرقه طبعا اكيد فاهمين اللي انا بقوله يعني. برضو حصل موقف في مره كنا في حفله وكانوا الاساتذه كانوا معايا برضو، عيطوا كلهم. لا غنيت اغنيه فعلا في حد موسيقي كان موجود بكى من كتر ما الاغنيه دي اثرت فيه، ما اعرفش ايه السبب بس هي اثرت فيه قوي. فالموسيقيين بيحسوا ببعض وبيحسوا بالمزيكا وبيفهموا ايه اللي بيعمله الملحن وايه اللي بيعمله المطرب وايه اللي بيعمله الموزع، فكل الحاجات دي بتاثر فيهم مبدئيا، جسمهم بيقشعر، وبعد طبعًا كده بقى طبعًا. اللي بتطلب معاه بقى اي حاجه بعد طبعًا كده، اللي طبعًا. بيعيط يا الله. اللي